هذين القرارين إن كان 20 أو 21؟ تمام. بالنسبة لصادرات القطاع العام وفق أحكام القرارين لا تخضع لأحكام القرارين 20 و21. المادة الأولى من القرار 20 نصت بشكل صريح أنه لا تخضع أحكام صادرات القطاع العام لأحكام هذه القرار، كونها لها أحكام خاصة تخضع لها صادرات القطاع العام، يعني هي خارج تنظيم تعهدات قطع التصدير ولها أحكام خاصة نازمة بها. هي بالنسبة للقرار 20 و21 هي لا تخضع للأحكام. لا تخضع صادرات القطاع العام لأحكام هذين القرارين. نعم. طيب بشكل عام يعني أنتم كجهة مسؤولة عن التجارة الخارجية، كيف يتم يعني التعامل مع موضوع دعم الصادرات بشكل عام إن كان من القطاع العام أو الخاص؟ يعني ما هي الصادرات بشكل عام؟ دعم الصادرات أول شيء بالنسبة للمصدرين الذين يسددون تعهدات التصدير لدى مصرف سوريا المركزي، هنالك يحصلون على سعر حصيلة صادراتهم يتم بيعها إلى مصرف سوريا المركزي حسب نشرة السوق الرسمية. نشرة السوق الرسمية إذا كان في فرق بينها وبين السوق الموازية يعني بين قوسين، فيتم منح المصدر علاوة التصدير حتى يصبح ثمن قطع التصدير الذي سيبيعه لمصرف سوريا المركزي مقارب للسعر أو في السوق الموازي. نعم. أستاذ بيان، يعني هناك سؤال أيضا يتكرر كثيرا في الأوساط الصناعية بأنه هل حاليا هل ما زالت عمليات تمويل المستوردات تخضع لأحكام منصة تمويل المستوردات أم لا؟ يعني الكثير من الصناعيين باتوا يتساءلون، أنا كصناعي مثلا مودع أموالي للاستيراد، هل علي أن أسحب الأموال من المنصة أم لا؟ وفي حال سحبت ما هو الإجراء؟ يعني هل أخضع لأحكام القرار 21 أم لأحكام منصة تمويل المستوردات؟ توضيح لهذا الموضوع. تماما. هلأ أوضح هذا الموضوع من خلال التالي. هلأ المصدر يلي حاصل على موافقة المصرف المركزي لاستخدام قطعه التصديري بإمكانه بكل بساطة يمول مستورداته عن طريق الموافقة الممنوحة من المصرف المركزي يلي بتخوله بأنه يستخدم حصيلة قطعه التصديري بتمويل المستوردات. في حال رغب هذا الصناعي وكانت مستورداته كبيرة ما بتغطيها صادراته، فهم بإمكانه يمول مستورداته عن طريق أحد شركات الصرافة العاملة وفق أحكام القرار رقم 1130 لعام 2023. يعني هو بحالات معينة فقط؟ تماما. هلأ هو عنده الخيار، هو بيقدر يمول مستورداته عن طريق شركات الصرافة العاملة وفق أحكام القرار رقم 1130 في حال كانت صادراته ما بتكفي لحتى هو يمول كل مستورداته. نعم، يعني هو عنده الخيارين بما معناه أنه هو بيستطيع أنه يسجل على المنصة ويمول مستورداته في حال لم تكن ولكن هو طالما حاصل على موافقة المصرف المركزي لاستخدام قطعه التصديري فبكل بساطة بيقدر يمول من حصيلة قطعه التصديري. نعم. وهي الطريقة هي جدا كانت يعني فيها مرونة كبيرة لأنه المصدر عم بيتحصل له القطع الأجنبي بالخارج، فهو عم بيقدر يسدد قيم مستورداته من الخارج للخارج، يعني حتى فهون هو موضوع عمولات التحويل. نعم. يعني هو هي كانت ميزة جدا فيها مرونة كبيرة للصناعيين. نعم. يعني هون التغت عمولات التحويل، صار التحويل عم بيتم من برا لبرا. معناتها الصناعي اللي مودع أمواله هو باستطاعته يخلي الأموال مثلا بالمنصة. تمام. ويستورد عن طريقة، وفي حال بعد حب عملية أخرى هو يستفيد من القرار 21 إذا كان حب